السلام عليكم واهلا بيكم يا جماعة. في الفيديو ده عايزين نشوف بناء على طلب صديقة من اصدقاء القناة بتطلب مني من زمان ازاي تشتغل كاب، يعني حريمي مقاس كبير، بناء على فيديو شافته في اليوتيوب، بس طبعا بلغة شاف اسباني او برتغالي. هو مش واضح خالص الفيديو، هوريكم هو شكل الكاب شكله ايه اهو يا جماعة. في جزء الكم بتاعه زي متركب كده وفتحة الايد تطلع منها، الايدين تطلع منها اهو، شايفين؟ وفي غرزة من قدام كده زي الضفيرة. مش مشكلة الغرزة، يعني هي عايزة تعرف. شفتوا يا جماعة اهو، هو حتة من الكم كده زي الرجلان، شايفينها؟ هو الفيديو مفهوش، ما مش بتعرف حاجة فيه الا ازاي نعمل الحته بتاعت الكم اللي بنركبها دي زي كم الرجلان، وفيها تقليل للغرز واحنا ماشيين، واللي فيها فتحه عشان تطلعي منها الايدين. والجزء التاني يا جماعه بقيته وكانه زي جاكيت، يعني جاكيت هتعمله الظهر وتعمله ال من قدام جزئين منفصلين اهو، والحته دي هي اللي بتتركب اهي، طالع منها الايد عريضه من تحت وطالعه على قليل قليل بتقلله الغرز. فانا هوريكو نموذج صغير كده، محدش يقول لي يعني هو بواقي خيط عندي، هعمل منها نموذج مصغر للفكرة للي مش عارف يعني لسه جديد. هو لو حد عنده خبرة بالتريكو وشاف الشكل كده هينفذه، بس طبعا اللي ما عندوش خبرة ما يعرفش، يشوف الشكل ويقول ده معمول ازاي. هو رقبة مدورة هي هنا هتوري بس تقليل الغرز، اللي هي الجزء اللي بتركب زي الكم ده، والجزء اليمين، الجزء اليمين والشمال والظهر مفيش حردة، مفيش حردات ولا في اي حاجة، هتعملوه عدل. انا هوريكم بقى النموذج اللي عندي اللي انا عملته لكم اهو اهو. هوريكم الجزء اللي انا عملته المصغر اهو، عملت الظهر لوحده، وبعدين عملت تعملوا الجزء اليمين والجزء الشمال لوحده وتركبوهم، او الجزء اليمين جزء، او تطلعوا بالظهر وتمشوا لقدام تعملوا الجنبين في كذا طريقه، ومفيش اي حردات للاكمام ولا حاجه. وبعدين بنعمل الجزء ده ونركبه، بس هو زي ما بقول لازم يتعمل بخيط يكون طري زي ما انتوا شايفينه في الفيديو كده. دي جزء اهو من هنا واسع من تحت وبيطلع تقللوا الغرز من الجنبين وتركبوها وتعملوا فيها فتحة كده. هنشوف مع بعض بيتعمل ازاي خطوة بخطوة. عايزة اقول يا جماعة بتاخدوا المقاسات ازاي، يعني عشان تعملوا تطبقوا بقى فكرة الكاب ده وتاخدوا وتعملوا بمقاساتكم. في مشاهدات القناة كتير يعني بيشتغلوا تركوه، وبعدين لغاية دلوقتي يقولوا مش عارفين ناخد المقاسات. انت بتاخدي مقاساتك، بتاخدي دوران، اول حاجة بتاخدي في دورانات وفي اطوال بالمزورة يا جماعة، تجيبي المزورة بتاعتك وتاخدي على جسمك انت مقاساتك انت، او على حاجة عندك متفصلة. لازم تكوني يعني التريكو عشان تعملي حاجة تلبسيها لازم تكوني عندك فكرة عن الخياطة وتستخدمي المزورة، وتاخدي مقاسات جسمك، تاخديها على جسمك مباشرة او تاخديها على حاجة عندك انت متفصلة ومظبوطة وبتلبسيها. اول حاجة بتاخدي دورانة، هتاخدي دوران الوسط، دوران الهانش، الدوران بتاع طول الكاب ده اللي الطول اللي انت عايزاه، عايزاه يوصل لغاية فين، وتاخدي عند اخر نقطة الدوران بتاع الهانش او الوسط وتشوفيه قد ايه الدوران ده وكده. وبعد كده تاخدي اطوال الطول من الكتف لغاية الطول اللي انت عايزاه وتحدديه وتكتبيه وهكذا، وعرض الكتف، الاكتاف عندك قد ايه من هنا لهنا، الكتفين مش مقاساتها قد ايه. بناء على كده انت هتعملي الجزء بتاع الظهر ده لوحده، تبتدي عدد غرز على الابر خيطك وابرك، وتشوفي العرض اللي انت عايزاه قد ايه، نص دوران الهانش او الوسط والطول اللي انت يعني عند الطول المحدد، وتشتغلي تاخدي نصه وتشتغلي الظهر من تحت،
وتطلعي عدل لغاية الأكتاف وبتقفلي. شوفي عرض الأكتاف بتاعتك قد ايه، بتقفلي الحتة اللي في النص وتعملي عرض الأكتاف. خلاص الجزء الأمامي هتعمليه بنفس الطول بتاع الظهر خلاص، ونفس النص اللي باقي من الدوران بتاع الانش أو الوسط هو هيبقى الجزئين الأماميين على بعضهم بنفس عرض الظهر. يعني مثلا العرض الظهر ده قولي كان مثلا 20 سنتي، 25 سنتي، 30 سنتي، يبقى برضو الأمام هيبقى 30 سنتي وتقسميه بالنص. يعني أنا عملت هنا 30 غرزة، عملت بقى الأمام اليمين والشمال عملت كل واحد 15 غرزة وطلعت بيهم. خلاص الجزء ده بقى لازم تعمليه واسع، هتعمليه كل ما تعمليه واسع من تحت يطلع على ضيق بالتدريج، هيبقى شكله حلو زي الكلوش كده وعامل منظر حلو. ده للمقاسات، كل واحدة تعمل على مقاسها وبحسب الخيط، تشتغل عينة من الخيط على الإبر بتاعتها وتشوف مثلا مسافة 10 سنتي وتشوف فيهم كام غرزة، على الأساس ده هتقسم المقاس اللي بالسنتي عندها وتشوف تضرب في عدد الغرز كل سنتي فيه كام غرزة. ممكن خيط رفيع السنتي فيه 4 5 غرز، خيط تخين وإبر تخينة السنتي هيبقى فيه مثلا غرزتين أو 3. ده أساس اللي بنعرف فيه المقاسات وبنعرف هنشتغل كام غرزة. خلاص يا جماعة ونبتدي نشتغل الظهر. أنا هشتغل الظهر وجزء الأمام وهرجع لكم. انا جيت بعد ما خلصت الجزء بتاع الامام اليمين يا جماعة اهو، اشتغلت بنفس الطول بتاع الظهر، لازم يكون نفس الطول. بتاخدي مقاساتك الطول اللي انت عايزاه للكاب، او لو بتعملي جاكيت او بلوزة عملت الظهر، عملت بتعدي عدد الاسطر مثلا 5 للحرف بتاع اللي تحت، بعدين 30 سطر. هنا برضو هتشتغلي كده 5 للحرف اللي تحت وبعدين 30 سطر، وعملت حسابي قبل ال30 سطر ان اعمل الحردة دي، طريقة حردة الرقبة يا جماعة وانا ماشية من تحت، وعملت غرزة للضفيرة، دي الضفيرة سهلة خالص تتعمل على 6 اسطر مش واضحة قوي، تعملوا الغرزة اللي عايزين تعملوها مش مشكلة، تعملوا ضفيرة هنا ما تعملوش. انا عايزة بس اوري طريقة عمل الكاب وتركيبه ازاي. فعملنا الجزء ده وابتديته من تحت ووصلت وعملت حردة الرقبة واختصرت الغرز 3 وبعد 2 وبعد 1 عشان اعمل حردة الرقبة، ومشيت عدل لغاية الطول المطلوب ولغاية عدد غرز يساوي عرض الكتف 11. طلعوا عندي هنا في بالنسبة للغرز اللي انا عاملاها العينة دي 11 غرزة. فلما وصلت للطول الحرف اليمين ده الجزء الامامي اليمين وعدد الغرز هنا 11 غرزة، هخلي برضو 11 غرزة هنا لبتوع الكتف من الظهر عشان يتقفلوا مع بعض، تقفلوه بعد تخيطوهم بإبرة وخيط، او في طريقة انكم تخيطوهم مع بعض نشتغلهم مع بعض هوريها لكم. برضو قطعت هنا سبت خيط وهشتغلهم مع بعض الابرتين مع بعض. بعد كده بنقفل جزء للرقبة من الخلف، نسيب غرز للناحية الشمال التانية بنفس العدد، هقفل هنا على حسب العدد الغرز اللي عندي، هقفل الجزء الوسطاني ده هاخد 2 في 1 كده، ادي واحدة انا بقفل من ناحية الظهر فهقفل 2 في 1 بالمقلوب، ادي 2 3 4 5 هقفل واسيب عدد غرز للجنب ده زي الجنب اللي فات للكتف. انا سبت هنا 11 تقريبا او 12، هنعدهم 2 4 6 8 10 11، هسيب هنا 11 2 4 6 8 10 11 واقفل لسه فيه 3 غرز دول. ادي 1 2 3، يبقى قفلت الجزء الاوسط
الرقبة من الخلف، ويبقى عندي 11 غرزة على الإبر أهم. 2 4 6 8 10 كتف الشمال زي الكتف الناحية دي. أعمل إيه بعد كده؟ في طريقة تانية يا جماعة، إن انتوا لما بتشتغلوا الظهر بتيجوا زي كده، وبعدين ممكن تشتغلوا الجزء الأمامي كمان. أنا هحاول أشتغله من هنا، تشتغلوه من هنا يبقى متواصل مع الجزء بتاع الظهر. يعني تمشوا كده وتكملوا بقى. دي طريقة للشغل الظهر مع الأمام قطعة واحدة، تبقى أريح برضو. ده بالذات لما تكونوا بتعملوا الشغل ده للأطفال، حاجات صغيرة فمش مستاهلة يعني تقعدوا كل جزء لوحده وتركبوه. أهو بصوا يا جماعة، همشي واعمل نفس، انزل اعمل عدد الاسطر زي الجزء الامامي اللي انا عملته هنا. هخلي الجزء ده هوريكم الطريقة ازاي بتشتغلوا الامام مع الخلف مرة واحدة، هنشوفه ونكمله مع بعض. بس انا بس هكمل معاكم هنا الجزء ده، هنقفله هوريكم طريقة القفل الغرز مع بعض ازاي. انا يمكن اكون عملتها في فيديوهات قبل كده. هوريكم بقى يا جماعة طريقة قفل الكتفين مع بعض ازاي، بدل ما يعني نقفل خالص وهنا وهنا وبعدين نرجع نقفل، نخيطهم مع بعض بخيط وإبرة بيت الخياطة. فهنشوف هنحطهم كده جنب بعض نفس عدد الغرز متساويين، اشتغل دي واشتغل دي، وبعدين اسلت الغرزتين اوقعها من على الإبرة. فهي اول غرزة، اشتغل تاني غرزة مع تاني غرزة اهي، المفروض ما تقعش دلوقتي يا جماعة. اخد بالي بس ما يستلطوش كده كده. اشتغل اطلع من الاولى واطلع من التانية، بعدين اسلت الغرزتين من على الابرة كل واحدة اهي، اسلت من هنا واسلت من على الابرة دي. هعمل ايه؟ في حركة هعملها قبل ما اكمل الشغل، اني اقلب الاولى على التانية. هي كذا خطوة مع بعض بس حلوة باختصار، عايزة تدريب شوية. اهي قفلت غرزة الأولى على التانية، ابتدي اشتغل اقفل دي مع دي، اخرج كده اعمل ايه؟ اخد الابرة دي اقلب الاولى على التاني، بقفل اهو، ارجع اشتغل الاتنين مع بعض دول، وصلت واقلب. شايفين يا جماعة؟ وهكذا خلص الغرز ايه بإبرة من الإبر اهي، شغالة بثلاث إبر انا دلوقتي. شايفين اتقفلوا؟ بالطريقة دي اهي الغرز اتقفلت. كده تحس ان الغرزة بتاعت القفل بارزة، احنا المفروض بقى نشتغلها بالغرزة المقلوبة. بصوا بقى لو اشتغلتها بالغرزة المقلوبة اخد دول كده نجرب نشتغلهم مع بعض بالغرزة المقلوبة. وبعدين اقفل
شفتوا معايا طريقة القفل الغرز يا جماعة مع بعض اهي. وكان بقى الافضل نقفل من على الظهر، انا هفكهم تاني ونقفل من على الظهر يا جماعة عشان انا نسيت هنقفل من على الظهر.